عسلامة. عسلامة. لباس. لباس. عرفنا عليك مدام. مدام اسمي نجوى. منين؟ نسكن في المرسى. بنت. نحكيو اليوم على التفكك الأسري. العائلات اليوم عادش ملمومة كما قبل. كان باش نحكي كوتي تكنولوجيا فك البورتابل اللي كل واحد شدو، وكان باش نحكيو من العائلات اللي صار فيها معناها تقاطع. ما اي بالنسبه للتقاطع ذاك، اختي كان فما بنتها حرام تدخل في العائله باش تشتتها، لازمها تخرج رابحه. وكان ولدها حرام لازمها تخرج رابحه. ايه تخرج رابحه، الراجل هذاك نتاعها والباقي الكل في الزبله، هذوما بنات الحرام. مش يقولوا اللي خذا صباع خذا ليد؟ ليه يا حسن، هذوك بنات العائلات. بنات العائلات صحيح، اللي خذا صباع صحيح، هذه الدراسة يقريوها لهم والديهم ويخافوا ويحشموا ويقدروا. أما فما المكثرية في 60 مش 70% بنت حرام والله، هذا شو نقولها بالترم هو بيته. ربي يهدي. مش الكل خايبين. هاني قلت لك البورسنتاج، على خاطر عباد بعاد على ربي، وكان تشوفهم تلقاها متدينه ساعات وتصلي، وهي كل البعد على ربي، يعني تفتي وحدها شيخه، تقطع صله الرحم من العائله، تقطع كل شيء، ريان كو يلزمها تكون هي ما شاء الله عليها دخلت للربح، وهذا هو الربح نتاعها اللي هو خساره في المستقبل ان شاء الله. شنو هي الفايده من امرأة ولا طفلة تبعد رجلها على عائلته؟ الأصل، أرجع للأصل والتربية. شنو هي الفايدة إني التربية أختي العزيزة. العبيدة تقرب، حتى كان الراجل يبدا الخو ما هو يبدا خايب، أنت ترجعوا ذيك أختك، على خاطر نهار آخر ولادك كيف كيف باش يعيشوه الوضع، علاش يتعذبوا في جرتك أنت، في جرة تربيتك الغالطة. هكا هو القوة أختي. القوة تسمح لهم. قوة الربي. إي قوة الربي تسمح لهم باش يفتيوا بالطرق نتاعهم هما. مش عندك ما ترجعهم هذوما عباد. تلقاهم تبارك الله مثقفين وقارين وعندهم كل شيء، هما ما عندهم شيء. الأصل نرجعوا للأصل. هذه هي اللي بنات الأصول بقدرة ربي ما يدردحها شيء. يقولوا ما عادش فما بنات أصول، صحيحة؟ مازالوا ما نقولوش ما فماش بكل، لا مازالوا فما بنات العائلات وبنات الاصول الحقيقه، اما الله يبعد علينا الحراميه، واحد يقول الله يبعد علينا بنات الحرام ان شاء الله يا ربي. هذيك الدعوه واحد يدعيها توا، يبعد علينا بنات الحرام ان شاء الله، اللي يخافوا ربي ان شاء الله ربي يقربهم لنا، اللي حتى كان فما سيله رحم باش تتقطع هما يحنوا ويرجعوا، اللي يبداوا بالحق يحبوا ربي. يقولوا حتى كان الصغار يغلطوا الكبار يصلحوا. اي هاني قلت لك راهي فما جينيراسيون هذه ما تعرفش التصليح، ما تربيتش على التصليح. تربيو بانديه كيفاش تبي تصلح لك هي؟ تبي حتى تصلح روحها وتتربى. بانديه؟ اي والله بانديه. اي تربيو زوفريه بانديه زي زوفريه تسيبك كيك. نسالوا هنا مثلا، ما نصورش كان فما حتى راجل يقبل انه معناها باش يبعد على عائلته ولا حاجه. وهي مازالت رجال يا شختي. يا ربي يا ربي، مسكين ملي قطع سرويل وطيح سرويل اللوطة وكل بوهيل يجري. مرتي قالت ليه ما عادش تقول لي على الرجال، تحكي لي على الرجال الأربع كعبيت وكعبة مشي. ما عادش برشا رجال والله، لا عاد برشا. شوفوا متي تو شوف البنات علاش ما خذيتش، ترش تاهم طماعة. طماعة؟ هي في فلوسة؟ لا حاشا اللي ما يستاهلوش، حاشا اللي ما يستاهلوش، حاشا اللي ما يستاهلوش. ما هما اشترهم الكل ما شكارة والبحر عايشك، علاش اخي ماناش عايشين في المجتمع واضح الوضع. هي معاك تتكلم على البنات تتكلم، انا على الرجال، الرجال بصفة عامة يحصر على الرجال واللي بالحق صفة الراجل يملكها، مش ذكر بس لي سروال حكيت فارغة، راجل صفته راجل يملك. باش نرجعوا الموضوع، الراجل اللي يسمع كلام مرته ويبعد على عائلته. ايه مش برشا هكا؟ والله فما خاصة بعد ما يعرس تقول لك الوسادة تغلب الولادة، أم وينكرها. يا أخي أنت ما تراش فيهم مساكن الأم تجي تبكي في حالة، أم وينكرها. علاه ما فهمتش عندها والنبي محمد. لا غالب. للدرجة هذه؟ والله للدرجة هذه وقت يا أختي، الشيء هذا أنا عايشين فيه ونشوفوا فيه. ربي يهدي. ربي يهدي. ربي يهدي تو يخلصوا. أعمل يا خصيب تصي. إذا ما تجي في البقرة تجي في الحليب. في
العادة مغلب الرجال يقول كلام، معناها يعني الكلمة كلمتي وشورة شورتي. بنتي تحكي لي على نتاع القدم ما فهميش ما فهميش. ما مثلا راجلك تنجم يسمعك عبيته كعبة بورسنتاج، الحمد لله مش بنت حرام هنا، لطف يسمع كلامك ويحلل كلامي باش يقبلوا، فهمتني؟ أما واحد يقبل كلام يلوح عايلته أخي هذا عبد، مش عبد عايش أختي، مش عبد، ما يتكلاسيش مع العبيد. كي نشوفوا الأخوات بعاد على بعض قلبي يوجعني، أنا ما نحبش أخواتي بعاد على بعض. ماذا بينا إخوة كيما تربينا فرد طنجرة فرد شقالة، نضحك ونبكي ونحبوا بعضنا، رحمنا بعضنا، هزينا بعضنا، عليه؟ عليه؟ أنا قلت لك أنا علاش التفكك يقع؟ فاكلني بالدخيل الجديد، أنت وزهرك، يا يدخل ما شاء الله يلحم العائلة حتى بغلط نتاعها، وفهمتني؟ فماش غلطته، شنو غلطته؟ جريمة باش تقع، ساعة تقع سوء تفاهم راه حكاية فارغة. يا هو الكل يصير النقاش. يصير نقاش في العائلات الكل. أنا قلت لك أنا مادام مش نهت أنا تنهت على خاطر مادام يوصل الطفل ينكر أمه على خاطر امرأة، أختي ما عادش نجم نقول حد شيء. والله العظيم وهذا اللي موجود. قبل أمه في سنيه، خواته في عينيه. توا ما يبعد علينا شرهم هذاك هو هذاك شنو نقول. الخوات توا يوليوا يشوفوا بعضهم من بعيد لبعيد، ما نجموش يحكيوا. ما نجموش، خاصة كان عادة عندهم ورث غادي وين قتلوا بعضهم، واللي تحب تدعي به قولوا إن شاء الله تورث. يزيني طب إن شاء الله تورث أكا هو. شنو اللي تحب تدعي عليه تقول عليه قولوا إن شاء الله يكونوا إخوة يوليوا أعداء، صحيح ولا غلط؟ والله يكونوا إخوة يوليوا أعداء. أكا اللي تمحمش من غادي وكان فما راجل ياخذ واحدة يمحمش لها من غادي، وأنا كان ما فصارتش قتيل تسيل دم. احنا حكينا كان على الناس الخايبه، خلينا نحكيو على الناس الباهيه اللي فما الباهي. لا فما اختي يخدموا معايا ما شاء الله، ساعات تكون ما شاء الله. العنصر الثالث اللي يدخل هذاك مرات يجمع العائله. اي العنصر الثالث هذاك عنده دخل كبير ياسر، راني قلت لك مادام يوصل يقلب لا 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 الطرف على معناها لحمك امك بوك، فهمت؟ يصير فهمتني سيكي، هو عنصر فعال وقوي. الغاية من انه باش يفرض وجوده وقيمته والأنا نتاعو والمرض نتاعو النفساني القديم باش يصلحو كهو باك العائلة يفردك. خاطر ما فهم شو أي غلطة وأي سوء تفاهم وأي الكل يتصلح قدرة ربي، فهمتني؟ ما يوصلش باش نكبروه. نكبروه علاش؟ خلي لك كلمة الختام. والله ربي يهدي وربي بعد علينا بنت الحرام ولد الحرام، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله الاجيال الجديده خير من واحسن من اللي هل احنا فيه.